عودة على مشاركة تونس في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي المقامة في مراكش، ويتدخل معنا بالتليفون سيد جمال العويديدي خبير اقتصادي. سي جمال، أهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا وتحية طيبة لكم، واسمحوا لي في البداية أن أتقدم معناها بكل التضامن مع المقاومة الفلسطينية وما قامت به، وكذلك التعاطف على كل ما يجري في شعبنا الفلسطيني في غزة، وال يعني العنف الذي تقوم به هذا الكيان العنصري والذي استهدف الأطفال والنساء بالدرجة الأولى، ولم يبين أنه قادر أن يقاوم مقاومين يعني بطريقة مشرفة، وهذا مش من شيلته. ربي قدر الخير سيد جمال العويديدي. نعود نذكره انا مستبشر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا سيدي، ان شاء الله مشكور جدا يا اخوي، ان شاء الله الكلنا مع بعضنا، وان شاء الله ربي قدر الخير كما كنا نحكي. والموضوع نتاعنا خلينا نعود نحط الامور في اطارها، باش نعملوا عوده على مشاركه تونس في الاجتماعات السنويه لمجموعه البنك الدولي المقامه في مراكش. هل هناك جدوى اليوم من مشاركه تونس في الاجتماعات السنويه لمجموعه البنك الدولي حقيقه؟ شكرا. اي شكرا. لا، هو يجب ان نوضح ان المشاركه في هذه الاجتماعات هي ضروريه، لانه مثلا البنك المركزي هو عضو في مجلس اداره صندوق النقد الدولي، معناها ولذلك معناها معني، لانه تونس هي منضمه للمؤسسات الماليه هذه وهو معني بذلك، وهذا علاش يعني كان يعني التفويض لمحافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد ولو التخطيط للحضور رسميا، وكان تلاحظوا معناها ما كانش فما وزارة المالية ولا سيد رئيس الحكومة، وهذا حسب يعني رأيي يعني هو اختيار من يعني من رئيس الجمهورية على أساس أنه باش يعبر على عدم يعني رضا على الطريقه اللي يتصرف بها صندوق النقد الدولي. ماجد، اليوم سي جمال يقول لك مهم ان نشاركوا في اجتماعات من نوع هذا. هو راهو نصلح حاجه، هي راهي مش بتاع البنك مونديال، مش بتاع صندوق، بتاع سي لاسامبلي الانويال، حاضر فيه بنك مونديال اف ام اي، معناها زوز صندوق النقد والبنك البنك العالمي، زوز عندهم لاسامبلي انويال بتاعهم اللي هي بخلاف القرارات اللي خدم الكوميتي دي جوفرنر اللي حكى عليه توا، وهذايا نحن لازمنا نحضروا باعتبار نحن عضو ممثلين معناها كجوفرنر. عدم المشاركه انا في رايي خطا، على خاطر عدم المشاركه من عدمها ساعه تعطيك نظره استشرافيه وتعطيك يعمل الاستراتيجي نتاع الصندوق النقد ولا البنك العالمي، نوصلوا راينا لو فات اللي نحن مانيش حاضرين ما نوصلوش راينا، حتى كان راينا اللي هو نحن مانيش موافقين على التوجه هذا كان مهم اللي نحنا نحطوها على الطاولة. وما تنسيش اللي منذ سنوات ما عادش يحضروا كان الدول، ولات برشا منظمات مجتمع مدني اقتصادية وغيرها يحضروا ويعطيوا رأيهم. أنا نحن نقولوا les absents ont toujours tort. دونك يعني هذا هو رأينا. الكرسي الفارغ هذا ما في شك، ولكن في بعض الحالات ربما يكون موقف يعني على أساس أنه ثم انسداد وثم عدم تطابق الرؤية في وقتها، يعني ربما يكون يعني التعبير عليه بطريقة أو بأخرى. في كل الأحوال أنا اللي أحب نقوله مثلا في مسألة القرض اللي محدد بفعل يعني نسبة المساهمة متاعنا في صندوق النقد الدولي، يعني حتى يعرف الجميع علاش يعني 1.9 مليار تصرف على 4 سنوات. أحب أن نبين معناها للمستمعين. أي تفضل تفضل سي جمال. 1.9 مليار دولار هم تقريب ما يغطي شهرين عجز تجاري في تونس، شهرين فقط، وهذا يبين أنه ما عندوش معنى أنا حقيقة يعني إلا المعنى أنه ندخل تحت البوتقة بتاع صندوق النقد الدولي. ولذلك أنا حسب اعتقادي على الدولة التونسية وعلى الشعب التونسي وعلى وسائل أعلامنا أن نفكر في طريقة للخروج، مش من الخروج يعني من صندوق النقد الدولي، هذا معنى الأمر مش مطروح بتاتا، ولكن للخروج من الدوامة اللي دخلت فيها تونس من خاصة من سنة 2013 واللي قعدنا فيها يعني الى هذه السنه. ما شنو تقترح انت سيد جميل في الموضوع هذا؟
أنا نقترح المفتاح الأساسي في الموضوع هذا حسب اعتقادي هو إلغاء القانون بتاع البنك المركزي اللي تم سنه في 2006 وفي 2016 مش في 2016 فقط. خلينا نذكره سيد جميل، شنو يقول القانون هذا؟ القانون هذا يقول مثلا أنه البنك المركزي ما عادش عنده الحق باش يمول معناها خزينة الدولة مباشرة في العموم نتاعو في الفاصلة 25 يعني بتفاصيله. دونك بالنسبة لك كخطوة أولى هي إلغاء القانون هذا. خلينا نفهموا علاش، لأنه المرور عن طريق البنوك التجارية، احنا نعرف بنوك تجارية فيها عديد المساهمات حتى من الخارج، وهذا أمر ماهوش موجود معناها تقريبا في الولايات المتحدة الأمريكية مش في 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 بلدان أخرى. هذا يدل علاش، لأنه المرابيح اللي تربح فيها البنوك هذه تعاود تخرج من الخارج، ولذلك ما فماش رؤية ماكرو إيكونوميك، يعني معناها المعادلات المالية الخارجية باب يعني مفتوح معناها على مصراعيه في في تونس. وأنا حسب اعتقادي، وهذا معناها نقطة مهمة جدا ونتمنى أنه يصير فيها تعميق النقاش، أنه وقت اللي نبيعه مثلا شركات كما الأسمنت، وإحنا عندنا خبرة أكثر من إسبانيا، وأنا عندي الوثائق من هذا، لأن يعني إسبانيا في تقريبا 92 و93 شاكية بتونس من أجل إغراق السوق في الأسمنت، ثم تصبح هي معناها تتصرف في المصانع الأسمنت في تونس. ولكن ما أخطر من هذا هو أنه تصبح الشركات هذه رابحة، وقت المرابيح هذه يلزمنا احنا نوفروا العمله الاجنبيه باش نعاودوا نخرجوها باش نخلصوا بها معناها باش نعديوا بها المرابيح نتاعهم هنا، وهذا معناها نفحوا ما يسمى اكسبورتاتور معناها نت مصدر معناها للعمله الاجنبيه في وقت اللي احنا في سيد جميل. سيد جميل خلينا نتفاعلوا معاك هنا في البلاتو. ماجد ماكش موافق نحس والله انا ما فهمتش توا، مع كل احترامي يعني شنو المقترح؟ نأمو نرجعوا للتأميم اليوم نحكيو على اليوم منظومة دولية اللي نحن مربوطين بها واللي نحن نستفادوا بها. ما تنساش نحن مشكلتنا مش اللي عندنا أجانب مستثمرين في تونس، نحن مشكلتنا اللي عندنا مدة ما عادش نخدموا وما عادش النظام الاقتصاد نتاعنا واقف وما عادش اون كري دو لومبلوا باش ما نصدروش. هذيك مشكلتنا، مش مشكلتنا راهو في تونس من الدول اللي عندها على مقارنة بالدول الأخرى اللي عندها رأس مال يملك أغلبية البنوك التونسية، وسمحني عكس ما تقول البنوك في العالم كلها مملوكة من دي فون دو بونسيون واحد كل اللي ما عندهمش حتى انتماء اليوم شنو المقترح؟ نأمو نمنعوا المستثمر الأجنبي يجي لتونس، كان عندنا نحن اموال باش نعملوا معامل ونعملوا ديسنترال كريك. مرحبا. عملنا المصانع نتاع الاسمنت عملناها باموال تونسيه اخر كريم، علاش خلطنا بعناهم؟ لا علاش خلطنا بعناهم؟ نقول لك عليه اي شو المقترح؟ بعجاله ما راه مش موضوعنا ذا يا جماعه. انا سمعتك، لحظه برك نجاوب. يلا تفضل. احنا بعناهم لانه برنامج الاصلاح الهيكلي نتاع 86 بالنص وبالحرف يقول يلزم الدوله تخرج من يعني هل المصانع هذه أو البنوك إلى غير ذلك، يعني مساهماتها في كل ما هو معناها ممكن يولي يتباع للخاص، وحتى شرط معناها ثلاثة شروط، يا إما بشراكة ما بين تونس يعني مستثمرين تونسيين كما صار مثلا في بعض القطاعات كما الحليب وغيره، أو من طرف مستثمر خارجي فقط، أو حتى إغلاق المصنع، وثم حتى أمثلة على ذلك. يعني ما جاش من فضاء من 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 حتى شيء، يعني التفويت في المصانع هذه، لانه الاسمنت اللي هي معناها مسائل مهمه جدا واستراتيجيه معناها في البلدان، اللي هي تقريبا تكون على اساس قطاع البناء كامل معناها هو معناها قطاع استراتيجي. بعجله سيد جميل خلينا نرجع للموضوع نتاعنا على خاطر عندنا برشا اسئله والوقت نخافوا ما يكفيناش باش نجاوبوا عليهم الكل. خلينا نرجع الخدمات صندوق النقد الدولي اللي انت تو هي وجهه نظر على اساس انه لابد من المحافظه على التوازنات الماليه، حتى معناها نقولوا يعني معقول. كلمه واحده في الموضوع هذا، لازمنا نحافظوا على الموازنات الخارجيه الماليه نتاعنا، واول باب نبداو به هو اصلاح المؤشر نتاع العجز التجاري في تونس، وهذا معناها انا شخصيا حكيت عليه
وتكلمت عليه وزيادة وجهة نظر تحترم. سيد جميل خلينا نواصله في الموضوع متاعنا. نعود نذكر اللي نحن اليوم قاعدين نعمله عودة على مشاركة تونس في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي المقامة في مراكش. نرجع لصندوق النقد الدولي مرة أخرى. حسب تقييمك سيد جميل، هل تونس قادر اليوم على الاستغناء على خدمات صندوق النقد الدولي كشريك ومنح، وهل أن اليوم مربوطين للأبد بالشراكات الاقتصادية والتجارية القائمة، ولا من الممكن اعتماد توجه آخر؟ لا يصلح معناها الموضوع بالطريقه هذه. احنا نتعامل مع صندوق النقد الدولي لانه احنا شركاء فيه، فاهمين فيه اكيد، وليس مانح. مش مانح، هو مقرف. انت معناها الكلمات عندها قيمه كبيره معناها. صحيح. نوضحوا هذا، نفهموا اللي عندما تكون عندنا حاجيات لي باش نقرب. هو معروف يعني حتى في القانون الاساسي نتاعو يقول لك انا راني مانيش بنكه باش نخلص، انا راني موجود في حاله وجود اشكال كبير، مثلا كارثة مثلا طبيعية او كارثة صحية كما صار في الكوفيد، او ثم عجز على تسديد الديون الخارجية، او ربما شراء حاجات منها اساسية، وقتها يتدخل ومرة واحدة في الاصل ويخرج. احنا جعلناه كأنه هو بنك، واحنا في كل سنة بنعاودوا نرجعوا له. هنا يكمن معناها الخطأ الاساسي اللي في تونس واللي منتشر في تونس مع الاسف. تقرا القانون الاساسي نتاع صندوق النقد الدولي يقول لك ماهوش معناه ماهوش بنك، لكن ثم شكون يحب، وهذا من يعني ادبياته انه يحب يكون يعني متواصل في 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 في, في التدخل في اسباب انت تعرفها، هي معناها توجه معناها اقتصاد في باب واحد، وربما حتى اذعان معناها للسياسي للبلد دي. اي اما اليوم نسمعوا اللي رئاسه الجمهوريه والحكومه، ما نعرفش الحكومه ولا ليه، اما رئاسه الجمهوريه الموقف نتاعها تقريبا واضح في الموضوع هذا، اللي وكان ماشيين يا للاستغناء عن خدمات صندوق النقد الدولي، يا يلزم صندوق النقد الدولي يعطينا شروط اخرى. نرجع للسؤال نتاعنا سيد جميل، هل حسب تقييمك انت تونس قادره اليوم على الاستغناء عن خدمات صندوق النقد الدولي، والا نحن مربوطين للابد بالشراكات الاقتصاديه والتجاريه القائمه، ولا من الممكن اعتماد توجه اخر؟ شوف اخي الكريم، راه كي نقولوا احنا مرتبطين للابد، راه ما ثماش عقد يكون للابد. انا نذكر اللي فصل 93 من اتفاق الشراكه مع الاتحاد الاوروبي، الفصل 93 نتاعو يقول اذا كان الطرف التونسي او المجموعه الاوروبيه الاتحاد الاوروبي يحبوا معناها يعملوا معناها حد لهالاتفاق هذايا، مع الطرف اللي يحب يخرج ان يعلم الطرف الاخر بطريقه رسميه، وبعد 6 شهور يصبح في حل، كل طرف يصبح في حل من له. ولذا ما كانش يعني أبديات في الأمور هذه، كما مصالح. المصالح هذه لازمها تتقيم وطنيا هنا بكفاءات وطنية، وتتقيم معناها على أساس وحدة، معناها وحدة الشعب التونسي، مش تفرقة في الشعب التونسي كما قاعدين نشوف في الوقت الحاضر، على أساس أنه نقيم الإيجابيات ونقيم السلبيات ونشوفوا هل معناها يساعدنا باش نكملوا ولا ما نكملوش. احنا سمعنا ترامب مثلا على المنظمة العالمية للتجارة يقول خذوها ما عادش حاجتي بها، دوب ما جاء معناها عمل معناها أداءات ديوانية على الحديد والصلب باش معناها يعزز القطاع في وسط الولايات المتحدة الأمريكية، وقال لهم ساعتكم 5 سنوات حتى تصبحوا معناها عندهم قدرة تنافسية، ولذا معناها ثم جدلية وعمل، والولايات المتحدة الأمريكية طبعا عندها يعني القوة معناها والجرأة باش تقول الكلام هذا، ولكن احنا كذلك ما كناش يعني منبطحين إلى درجة أنه ما عندناش حتى سبيل. احنا كنا عندنا مخططات معناها نتاع تنمية أخي الكريم، هذا شو نقول لك معناها؟ في نفس نرجعوا البنك المركزي، معناها كلمة معناها في غاية المهم. شو نقول لك علاش؟ بعجلة سيد سي جميل، راهو عندنا أسئلة يعني مانيش نلقاو الوقت هكا، كان أشاك فوا أون فا روبوندير سيغ أن بوان ولا آخر. تفضل سي جميل، وصل فكرتك مثال شما بعجلة، تفضل بسرعة. تفضل. أساسا هو البنك المركزي، وأساسا المحور الأساسي في الوقت الحاضر في تونس هو قيمة الدينار. المغرب الشقيق عندما فاوض الاتحاد الأوروبي في 96 باش يدخل معاهم على الباب الأساسي اللي اختاره، وهو معناه محق في ذلك، وأنا نقول معناه نشكرهم اللي فكروا في بلادهم، أنه الدرهم المغربي يقعد ملتصق باليورو باش ما يصير لهم شيء انهار على أساس يعني المديونية الخارجية متاعهم، وكذلك على مستوى الواردات متاعهم. هذا
واحنا شفنا كان الدرهم كان ارخص من حتى من الدينار التونسي في عام 2002 تقريبا. اليوم اصبح الدرهم تقريبا يسوى 3 مرات دينار التونسي. سيد جمال، سيد جمال، خلينا نمشيو فاصل قصير، خلينا نمشيو فاصل قصير، نرجعوا نحكيو معاك ماجد، نحكيو شويه في البلاتو على الكلام اللي كان يقول فيه سيد جمال. ومن غاديك انت كنت تحكي سيد جمال اللي احنا مربوطين للابد، هذه كلمه ما تتقالش، ما معناها تونس بلاد اكيد راهو عندها خيارات اخرى، وهذا سؤال باش يوصلنا للشركاء الجدد اليوم اللي نجموا نتوجهوا لهم حسب رايك انت سيد جمال. وخلينا نعاودوا نرجعوا نحكيوا على مجموعه البريكس، هذه كلامنا بعد الفصل. احلى راديو يا فام، احلى راديو 59 دقيقة. هاك نكونوا تقريبا وصلنا لنهاية الموعد الأسبوعي متاعنا، مازالولنا تقريبا 10 دقائق في فقرة نحكيو بالملي. ضيفنا في الموضوع هو سيد جمال العويديدي، خبير اقتصادي، نحكيو معاها نعملوا معاه في عودة على مشاركة تونس في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي المقامة في مراكش. قبل الفاصل سألنا سيد جمال تقييمه، هل تونس قادر على الاستغناء عن خدمات صندوق النقد الدولي كشريك وكمقرض؟ هو صلح لنا يعني الكلمة هذه، وهل أننا مربوطين للأبد؟ ويقول لا ما فماش للأبد، وهذا مفهوم يعني ومعقول نجم نتفهموه، ما فماش للأبد شركات اقتصادية وتجارية قائمة. ماجد شنو رأيك في الكلام اللي كان يحكي فيه سيد جمال؟ شوف الفت نحن مش مربوطين بالفامية ولا حتى بالفامية، هذه معنى حاجة طبيعية، وهذه للأبد كما قالها لسان دي السفاء. أما حاجة تحب نستغني عليه، أنا التوجه هذايا ما فماش حد يقول لك أنا ضد. أعطيني البديل، شو البديل؟ أعطيني أنا الالترناتيف متاعك، أنا هذا ما نحبوش به يسيدي معاك، أعطيني في الماشين. اليوم نحن بطفاسان صندوق ولا من غير صندوق، كان ما فماش قرارات اللي هي كي غولانس الإيكونومي تونس ترجع تخدم زيد بصندوق ولا من غير صندوق. ما نشتغلو ماذا ماذا ماجد نحكي فيه تقريبا عنا 10 سنين. تقول لي ها وعنا وعنا 10 سنين، والله عنا كفاءات، عنا حويش دون لي كارتون، عنا قرارات دون لي كارتون، عنا قرارات في الكراذن محطوطة، مشاريع حاضرة في الكراذن. التو مازلنا معناها متلهين في أمور، معناها 10 سنين متلهين في أمور جانبية. شنو الخيار اليوم؟ الخيار اللي رافض التعامل مع صندوق النقد يعطينا الخيار البديل، ونحن معاه. اليوم حاشنا اليوم شنو طالبين، سواء على مستوى رئيس الجمهورية أو على مستوى رئيس الحكومة في الخيارات الاقتصادية، معناها هذية مش نقول أنا نصيحة رأي، هذية راهو لازم فودوفي كومونيكي، لازم تعلموا المواطن، تفسروا للمواطن، على خاطر اليوم مش تخوض ما يسمى حرب اقتصادية، تحب حرب استقلال اقتصادي، راهو كان انت ما تجيش معاك المواطنين والشعب وراك ما عندك ما تعمل. أكيد هذا طالبينه كومونيكيشن. ومن بعد باش نجيو هالافكار اللي سامحني شعبويه بريكس وواحد وكل بلا خلينا في النقطة. لا سامحني خلينا نكمل لك النقطه هذه. توا معناها اليوم نحبوا نبدلوا الجيوغرافي نتاع تونس. تونس سود ميديتيراني، هاو جارنا، هاو نجم نقول غدو ما معاش مع الجزائر، ولا غدو مش مع ليبيا، معاش فرنسا. لي بارتنير استراتيجيك نتاعنا اول حاجه فرضتهم الجغرافيا، اون بو تو شانجي الخريطه، ممكن نجم ديبلاسيو تونس، الباقي الكل نقعدوا. دونك فكره شعبويه بالنسبه لك اليوم كي تحكي في تونس على البريكس، اول بارتنير استراتيجيك نتاعنا عندنا لونيون اوروبيان بارتنير يجي نفاوضوا، عندنا الجزائر، المغرب، ليبيا، سو سونو بارتنير هيستوريك استراتيجيك واللي فرضتهم علينا الجغرافيا. يا هذوما لي بارتنير نتاعنا من اول الدنيا يعني. اما في الاخر انت نهار اللي تبخد دي باش عندك تبيع. يا اليوم الوضع الاقتصادي يحتم ان تونس تلتجئ الى افكار اخرى، الى شركات اخرى، هذا معقول؟ هذا يفرض روحه الساعه استغل شركاتك للاخر ومن بعد من شركات اخرى. شوف نعطيك حاجه، المغرب اليوم وحاجه هذه ما ذكرناهاش، لا غينيون بيانويل، هذه لاسامبلي بيانويل نتاع البنك مونديال لاول مره تصير في بلد عربي، صحيح، اللي هي صارت في مراكش، ورغم الزلزال، وهذه معناها تحيه لاشقائنا، رغم الزلزال اللي ضرب مراكش، اللي البنك مونديال ولا فامي اون مانتينو لاسامبلي انويل، ثاني مره تصير في افريك في تاريخ البنك مونديال، واول مره تصير في دوله عربيه. هذه ماهوش من لي بيان فيم تاع التطبيع؟ لا، هي القرار هذا يتخذ قبل، فهمت، خاطر هي كل 3 سنين. والاقتصاد المغربي راهو اقتصاد رجع يخدم عنده مده، ورجع يخدم بارانات سوبليسمون. المغرب استعملت اللي كنا نستعملوا فيه قبل، خذيته وحسنته، نحن وخرنا وهما قدموا.
واضح. سيد جمال العويديدي خبير الاقتصادي. نعود نرجع لنقطة البريكس اللي ماجد يعني ما يحبش يحكي عليه ويشوفها نقطة شعبوية ونجموا نتفهموها راهو ماجد. لحظات سيد جمال، سيد جمال لحظات لحظات، خليني نطرح عليك السؤال كيما نحب نطرحه بالضبط. خاطر اليوم موضوع البريكس هو موضوع يطرح نفسه، ونحكيو حتى لي بارتنير استراتيجيك نتاعنا كيما الجزائر انجاجي في الموضوع هذا. الشركاء جدد اللي نجموا نتوجهوا لهم حسب رايك، هل مازال فما حديث على الانضمام لمجموعة البريكس وإلا بيبو تسكر؟ شوف بربي خليني معناها نوضح معناها نقاط بسرعة. بربي بعجالة يا سي جمال، مازالوا عنا أسئلة والوقت تقريبا في دقائق مشي من أمر. أول حاجة هو تنظيم البيت من الداخل. احنا ما نش مطالبين طب تشوف شريك ولا تشوف شريك، احنا ما نش ننشو. عندنا نسبة نمو معطلة، عندنا نشيط صناعي مدمر، نقول نشيط صناعي محلي اللي هو معناها يعمل تعبة جبائية، واللي هو يرجع معناها المداخيل نتاع التصدير نتاعو، واللي هو يخلق مواد شغل مستدامه الى غير ذلك. احنا توا ما عادش عندنا صناعه محليه، شبه معناها انهارت تماما بخلاف مثلا القطاع الغذائي اللي هو ما فيش يعني توريد كثير من برا، كثره من برا. هذا هو معناها ترتيب البيت من الداخل، ثم بعد نشوفوا شنو معناها الشركات. ثم نقطة مهمة جدا ما نقولها يعني بكل وضوح، وما فماش حساسية، أنا ما عنديش حساسية حتى مع طرف الاتحاد الأوروبي ولا غيره، ولكن ما صار حتى تقييم متاع اتفاق الشراكة متاع 95 إلى اليوم، لا وقتها لا استشرافيا ولا بعد مرحلة متاع 5-6 سنوات ولا بعد المرحلة متاع 2008 وقت اللي معناها رفعنا معناها الأداءات الكل، ولا بعد الثورة. كل هذا معناها يبين أنه ما ثم تخوف كبير من فتح معناها الملف هذايا، وانا شخصيا خدمنا عليه معناها بكثره مع بعض الاصدقاء ونعرفوا انه النتيجه سلبيه جدا، وهذا قالها البنك الدولي في التقرير نتاعو لا ريفولوشن ناشفين نتاع 2014، واضح يقول انه راهو التعويل على شركات غير مقيمه ومصدره كليا، نسبه معناها القيمه المضافه نتاعها قليله جدا. مش بالعاطفه نحكيه، احنا انا ما عنديش، انا قريت في فرنسا ما عنديش مشاكل مع اي بلاد، ولكن بالنسبه للمصلحه الوطنيه احنا اليوم طبعا عندنا علاش عندنا بطاله، كان جات معناها مع الشراكه مع نتاع الاتحاد الاوروبي معناها ماشي كيف ما يلزم، علاش عندنا بطاله؟ لانه حطنا النسيج الصناعي. احنا البنك الدولي يقول ما بين 96 و2010 10,000 مؤسسه صناعيه اللي المعدل التشغيل نتاعها 40 شخص، يعني 400,000 موطن شغل اللي في محله تماما وما رجعوش، وهذا بالوثائق نتاع البنك الدولي. ولذلك وقت نقولوا راهو الشريك والشريك المميز الى غير ذلك، خلينا نكون واقعيين، احنا نشوفوا حتى في وجههم الحقيقي في معناها المصيبه اللي هبطت على شعبنا في فلسطين، واللي هو مربوط ببعضه، راهو ما فماش معناها لا شك ولا اختلاف. سيد جميل، سيد جميل، سيد جميل، انا نقولوا معناها خلينا الحل هو اي هو يكون البنك المركزي في يد الدوله التونسيه، على اساس مش باش ياخذ من عنده كيف ما اللي عنده حتى في عهد بورقيبه ولا بن علي ولا غيرهم ما صار حتى اي معناها. يا سي جمال، يا سي جمال صدقني، خليني لحظه برك نقص عليك، نعتذر لان قصيت عليك اكثر من مره في الحوار نتاعنا. خليني علاش انا نحكي معاك راه من منطلق المستمع اليوم كيتغرقوا في جمله من المعلومات. انا ماذا بيا نعطيك البديل بسرعه. بيان سور، لا لحظات فهمنا الفكره وصلت، ونفس الفكره تقريبا نتاع ماجد وملاحظه ديجا ماجد، انت وسي جمال تقريبا متفاهمين في كل شيء. كان نبداو اليوم بالاصلاحات بعجاله بسرعه، الوقت نتاعنا تقريبا كان نبداو بالاصلاحات الهيكليه والاقتصاديه، منين نبداو؟ شنو هي الاولويات حسب تقييمك انت سيد جمال؟ الاصلاحات الهيكليه ما بين قوسين اللي نحكيو عليها هي هو يعني يعني سياسه التقشف اللي هي مملية من صندوق النقد الدولي. ثلاثه من اكبر الخبراء نتاع صندوق النقد الدولي خرجوا فيها رساله، خرجوا فيها يعني دراسه مفصله، قالوا راه هذه ما تنفعش وما جابتش معناها نمو. ولذلك احنا حاجتنا بسياسه معناها نمو، مش سياسه معناها تقشف. وسياسه النمو مش معناها نمولوا المؤسسات الجديده، نمولوا القطاعات المنتجه كما الفلاحه اللي هي قاعده تاخذ في 4% من مثلا 2021 من 77 مليار يعني قروض ممنوحه للقطاعات العموميه، عفوا للقطاعات الاقتصاديه. ما ثم كان مليار فاصل 2 اللي هو يوصل للفلاح التونسي في الجمهورية كاملة، وهذا خطأ كبير اللي هي تعطي فيك ما بين 8-10% من نسبة النمو. لذلك معناها توزيع معناها القروض هذه في إطار مخطط وطني اللي هو احنا نختاروه
واحنا ننفذوه على حساب ايش باش يعطينا ونحاسبوه المخطط هذا. يعني مخطط يعني عادي مش ما نسترجع ولا اشتراكيه ولا حتى. واضح. مشكور جدا سيد جمال. سيد جمال العويديدي نعتذر مره اخرى، هكا نكون وصلنا لنهايه الموعد الاسبوعي نتاعنا. تحيه ليك سيد جمال العويديدي خبير اقتصادي، دخلت معنا في مشاركه تونس في الاجتماعات السنويه لمجموعه البنك الدولي. تحيه لهاله، تحيه لسفيان. مشكور جدا سيد ماجد على حضورك معنا. نوال البيجي ما بقى لي كان باش نقول لكم نهاركم زين.